منا عروسنا القاوت يزيد يا منا يا يا منا راه القبيله تتسنى يا منا يا منا بنت المجندر اويلي. السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي ندير لكم فيه الاعلان على فوازير رمضان، سلسله رمضانيه اللي غادي نبدا تنزلها لكم كل نهار في 9 بتوقيت غرينتش. هاد السلسله قصيره وهي عباره على كبسولات فيها فوازير. القصه ما غاديش نحرقها لكم، نتمنى ان شاء الله تتبعوها. بغيت نقول لكم انا دابا في اللوكيشن ديال التصوير، بغيت نقول لكم انني درت مجهود كبير باش نوجد هاد السلسله، خصوصا ان الامكان ما كايناش، يعني تندير التصوير واللوكيشن واللباس كل شيء انا اللي تنصاوبو، ما عنديش حد اللي يعاونني. وايضا كانت عندي صعوبه كثيره في الكتابه، ولكن حبي للتمثيل والاحساس ديال انني باغا نرجع نمثل دائما تيلازمني، وكل رمضان تنقول ندير شي حاجه وتنعاود ما نديرهاش، ولكن هذا العام قررت انني نتشجع ونرجع ندير الحاجه اللي انا تنبغيها وغنبقى تنبغيها حياتي كامله. الصعوبه اللي جاتني هي النص ملفه تنمثل، ولكن تيكون النص مكتوب. ففي هذه السلسله النص انا اللي كاتباه وحاولت نكتبه بواحد الطريقه زجليه وبالقافيه وبواحد الطريقه اللي تليق بكم وتمثل اللهجه المغربيه ديالنا احسن تمثيل. نتمنى انكم تشجعوني، نتمنى انا ما عمري طلبت منكم تبارطاجيو الفيديوهات، ولكن فعلا هذه السلسله لانني تعبت فيها، فنتمنى انكم تشجعوني بزاف انكم تبارطاجيو الفيديو. الفوازير غيكون فيها اسئله، والناس اللي غيجاوبوا على الاسئله وغيدخلوا لصفحتي على الانستغرام اللي هي صفاء سبيس وغيخليوا الاجوبه الصحيحه، غادي ندير لهم واحد السحب ديال الاسماء ديالهم، وغيكون جوائز ان شاء الله في اول ايام العيد. فنتمنى انكم تتابعوني، نتمنى انني ندير السلسله وتكون فيها 30 حلقه وتكون رمضان كامل. يعني ما نوعدكمش، ولكن الا لقات اقبال ولا لقات تفاعل فغادي نديرها ان شاء الله رمضان كامل. الا ما كانش اقبال فما عرفتش نقدر نوقف. المهم بغيت نفكر فقط في الايجابي، بغيت نفكر في انني درت مجهود، وانا متاكده ان الجمهور المغربي جمهور ذواق وغادي يوصلوا الرساله وغادي يقدر المجهود اللي درت في البحث في المواضيع في كل شيء. فغادي نقول لكم غدا ان شاء الله مع 9 بتوقيت غرينتش اللي هي توقيت المغرب، غادي تنزل اول حلقه من فوازير رمضان عروستك عندي. شجعوني بزاف وبارطاجيو الفيديوهات ديالي، ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. غنخليكم ونرجع نكمل تصوير حلقه من حلقات عروستك عندي. يا يا منا عروسنا القاوت يزيد يا منا يا يا منا راه القبيله تتسنى.